سبيسيال مو ديديكاس خويا رضا، واحلى خويا رضا، واحلى خويا رضا، خويا بدر الضيف، ديديكاس ليكم احسن استوديو. تحيه الناس ديال قنيطره كاملين اللي داخل الوطن وخارج الوطن، ديما بلايزا بلايزا خويا رضا وبدر الضيف، بيس عليكم. مرحبا. في البدايه ديال نوردين شنو كي كان طبعا القايمة هي عجبني نهائيا، سروال ما بقاش تثق فيه كاع. السلام الله عليكم خوتي، نتمنى كلشي يكون بخير. كما كتشوفوا معايا خوتي في هذه الفوطو هذه ديال خويا نور الدين الشنوي، اولا كنوجه لك تحيه عند خوك رضا سلطان، تحياتي ليك، كنتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله. انتم اخوتي غادي تكونوا بلا شك مقلقين بزاف بشان هذا الموضوع هذا اللي خلى نور الدين انه يوصل لهذه الحاله هذه، والمرض اللي نهار على نهار كيتدمر فيه بشويه بشويه. يعني صراحه اخوتي ما بقى ما يعجب، تنبقى في الحال ماشي غير جيت ونط هدرت على خويا نور الدين، حقاش الحاله ديالو مزريه بزاف اللي كتستدعي تدخلات قويه باش ان شاء الله الصحه ديالو ترجع كما كانت. خويا نور الدين اللي كبر في واحد المحيط اللي علم الرجوله بحق الوقت، هو دخل السوشيال ميديا ماشي باش يتفلى ولا يضحك ولا اي، لا دخل الاساس باش يوعي الناس، يعطيهم امتي ميساج يكون زوين وجيني راسو اللي جايه تستافد منه. راه كاينه معظم الناس لو بلاي بار ديال الناس كيتانسبيرو منه، وهذا العبد الضعيف انا منه. وخير دليل على ان خويا نور الدين الشينوي ما كيأذي حتى واحد، هذا هو الغريب في الامر، انه شاد واحد الكارير معين باغي يحقق واحد الاوبجيكتيف ديالو، وتنوضوا نتوما تهرسوا بهذه الطريقه ديال حشومه كاع. انتوما شتو دابا دق دق مسخسخ الصحه ديالو غدا وكتريب نهار على نهار، راه حشومه هادشي الخوت. راه ما بقى ما يعجبني نهائيا، راه جيبك سروال ما بقاش تثق فيه كاع. وما خفي كان اعظم، في البدايه ديال نور الدين الشينوي كي كان كانت الصحه ديالو مزيانه، يعني سبورتيف موتيفي راسو ديما، انسان نشيط انسان اكتيف ديما، يعني المعامله ديالو طيبه صراحه، واللي عاشروه غادي يحكموه. بغيت انا نعرف واحد القضيه يا خوتي، هاد وجوه الشر اللي ادوه بالطريقه، بغيت نعرف كيفاش كيفكروا، واش ما عندكمش ضمير، واش ما كتفكروش واحد النهار يطلقوا من الله سبحانه وتعالى غتحاسبوا على هادشي. راه اللي ادى خوه المسلم راه الدرك اسفل من النار، عرفتي شنو هي الدرك اسفل من النار؟ جهنم خالدين فيها، يعني راك كتقتل واحد الروح عمدا. والله ياخذ الحق في اي واحد اللي كيأذي خوه المسلم بلا رحمه بلا شفقه، راه الله راه فوقكم، اتقوا الله شويه، واتقوا الله شويه، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، ما عرفتي باش تاليك. سير اخويا نور الدين الله يشافيك، والله يقعد وسادك، والله يكثر من امثالك ان شاء الله. مازال بفضل الله سبحانه وتعالى غادي ترجع الصحيحه ديالك باذن الله، وفضل الناس اللي كيبغيوك غادي يوقفوا معاك وغادي يساندوك حتى توقف على رجلاتك ان شاء الله وتكمل في المسيره ديالك. تحياتي.